والصلاة أعظم وأجل فرائض الدين بعد الشهادتين باتفاق المسلمين. والمسلم يتساءل دائما عن صلاة المسافر، وهذا الدين بني على اليسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. والله عز وجل في آية من سورة النساء شرع لنا أن نقصر الصلاة، قال ربنا إن أنتم ضربتم في الأرض. وأما قول الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس قيدا حاكما على كل حال، بل قال صدقة تصدق الله بها عليكم، كما في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. على هذا الأصل في أن صلاة المسافر تقصر هذا يكاد يكون إجماعا بين المسلمين، لكن علماء الأمة رحمهم الله أحياء وأموات اختلفوا أولا في تحديد ما هو السفر المبيح، ثم في تحديد وقته على أقوال عدة، لكنني سأحاول أن أجمل لك الفتوى بما يتفق مع المقام. ما يسمى سفر فهو سفر بصرف النظر عن المسافة، ما يسمى في عرف الناس سفر فهو سفر بصرف النظر عن المسافة. فيجوز لك أن تقصر إذا كان هذا الذي ضربت فيه في الأرض يسمى سفرا عند من يعلم حالك ويعلم حال من حولك، عرف الناس في ذلك المكان. وأما التحديد الزمن فبعض العلماء يرى أنها 4 أيام ما دون 4 أيام، والحق أنه لم يثبت ثبوتا ظاهرا واضحا نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مقيد بوقت معين، لكنني بلغة العصر أتحدث. أنت عندما تريد أن تسافر إلى بلد فغالب حالك إما أن تسافر بما يسمونها تأشيرة سفر سياحة، وإما بتأشيرة عمل ويلحقها الدراسة. اختلاف هاتين الطريقتين في دخولك إلى البلد هي التي تحكم كيف تسافر، كيف تصلي، كيف تصلي. فإن كنت قد أخذت ما يعرف بتأشيرة السفر السياحي فأنت هنا في حكم المسافر، طالت المدة أو قصرت لا اعتبار بها طولا ولا قصرا، فلك أن تقصر ولك أن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. لك أن تقصر تصلي الرباعية 2 ركعات والمغرب كما هي والفجر كما هي، ولك أن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. وأما إن كنت دخلت بما يعرف في زماننا هذا بتأشيرة عمل أو دراسة فحكمك حكم أهل تلك البلد، فأنت مثلهم مقيم، لا تقصر ولا تجمع، لكن قد تجمع أحياناً إذا اضطررت، تجمع أحياناً إذا اضطررت. فالكلام في الجمع غير الكلام في القصر، فالقصر ليس له إلا سبب واحد هو السفر، وأما الجمع فله أسباب منها السفر ومنها غير السفر. نبين، من سافر مثلا لمرض يبحث عن علاج، أو كان مرافقا لمريض، أو له ابن أو ابنة أو أخ أو صديق يدرس وأراد أن يزوره، أو ذهب للتجارة أو ذهب للنزهة، فهؤلاء كلهم ومن في حكمهم يقصرون ويجمعون دون النظر إلى المدة. ومن ذهب للدراسة فإن تلك الدولة التي تقبله، أو ذهب للعمل فإن تلك الدولة التي تقبله لا تعامله أصلا معاملة من أتى سياحة، فيعطى من الأذنات تسهيلا له في البقاء والمقام ما لا يعطى ذلك الذي أراد أن يسافر سياحة. وأنت تعلم أن الطالب أو من وجد عملا في إحدى الدول لو جاءه خبر عن وفاة قريب له مثلا في بلده فإنك تراه يعود فيقضي الواجب، يتقبل العزاء أو يعزي ثم يعود لإكمال دراسته أو لإكمال عمله. في حين والأمر على الغلبة من سافر سياحة إذا عاد لا يعود مرة أخرى، وحتى لو عاد وهو غالبا لا يكون، لكن حتى لو عاد يبقى مسافرا. فما يعرف اليوم بتأشيرة السفر هي الفيصل في الحكم، هل هذا السفر فيه قصر وجمع أو ليس فيه قصر
وجمع، وهذا بين لك وأنت في بلدك. مثلا لو كنت أنت في أي بلد خليجي الآن وحولك إخوة من مصر، من المغرب، من سوريا، من الأردن، من أي بلد، هؤلاء مسلمون مثلنا مثلهم، فبعضهم أتى هنا للعمل، فمن أتى للعمل حكمه شرعا في الصلاة مثل حكمي أنا المقيم في المواطن المقيم في بلدي، فنحن وهو سواء، نحن وهو سواء في هذا الحكم الشرعي. لكنه لو قدم ليزور البلد أو ليزور قريبا له أو ليحضر فرحا لأحد، أو قدم إذا كان مثلا في مكة والمدينة قدم للحج، قدم للزيارة، فهذا لم يقدم لعمل، فتجري عليه أحكام المسافر من القصر والجمع. والفقهاء يقولون إذا صلى وراء مقيم أتم، وأقول العلم عند الله ينظر، فإن أنت دخلت المسجد والإمام مقيم ودخلت معه الصلاة من أولها تتم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكنك لو دخلت الصلاة الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء وأنت مسافر لك القصر، ثم دخلت والإمام قد مضى من صلاته ركعتان فبقيت له ركعتان، فلا حرج أبدا أن تسلم معه، لا حرج أبدا أن تسلم معه، لأن الله عز وجل ما فرض عليك في السفر إلا ركعتان، ما فرض عليك في السفر إلا ركعتين، وأنت قد أتيت بالركعتين فلا تأثم. تبقى الحالة الوسط بين الأمور، أي حالة وسط؟ لو دخلت المسجد والإمام قد صلى ركعة واحدة فأنت تصلي معه الثلاث ركعات ثم تأتي بالرابعة، لأنه لا توجد صلاة ثلاث ركعات إلا المغرب، وهذه صلاة رباعية، فيصبح قد أديت صلاة لا أصل لها، فلا بد أن تأتي بالرابعة. لكنك لو أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة من الظهر أو العصر أو العشاء مثلا وأنت مسافر وهو مقيم من أهل البلد، فلك أن تأتي بواحدة فتصبح قد صليت ركعتين. وفي الحديث، حديث عبد الله بن عمر، سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يزيدون في الصلاة في السفر على ركعتين، وهذا فيصل في القضية والعلم عند الله.